أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، وراح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي جاي تشوفوها أسفل الشاشة. تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من اللحظات على واحد من هاي الأرقام الأربعة اللي تشوفوها بالأسفل. في حال ما تأمن الخط وياكم لأي سبب كان، أتمنى تتواصلون ويانا على رقم برنامج الواتساب المخصص لحلقة صوتكم، الرقم الأخير اللي بصفة إشارة الواتساب. تقدرون تكتبون لنا رسالة مكتوبة، أتمنى تكون الرسالة مكتوبة متبوعة بالاسم والمكان حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. نبدأ حلقة اليوم مشاهدينا الكرام، وأول ملف ويانا بحلقة هذا اليوم هو ملف الدوائر الحكومية واستمرار مسلسل معاناة المراجعين لهاي الدوائر بمختلف القطاعات الحياتية. معاناة العراقيين تبدي من خلال تقديمهم على أي معاملة أو مراجعة، تعيين، معاملة رسمية، إلكترونية، غير إلكترونية، ذني بهن مأساة وتعب ورحلة فعليا ينطبق عليها كلمة رحلة الشتاء والصيف. لما يروح يقدم على مراجعة ما تاخذ وقت من الموظف ساعة أو ساعتين أو ثلاثة أو نص نهار، ويقضي بها أشهر حتى يقدر يكمل هاي المراجعة أو المعاملة. العراق بال 2023 وراء 20 عام من الاحتلال وحكومات الاحتلال يفتقر إلى بوابة وطنية إلكترونية. تعرفون عصر التكنولوجيا غزة كل العالم، واليوم بالعالم أكو بوابات إلكترونية لكل مراجعات الدنيا. فالمواطن بأي دولة بالعالم فتح موبايله، فتح الآيباد، فتح اللابتوب، فتح الكمبيوتر، دخل على موقع ما، كمل مراجعته وهو قاعد بالبيت، لا يروح ولا يجي ولا يراجع ولا أي مكان، حتى أوراق الرسمية طلعها وهو قاعد بالبيت. هذا اللي موجود باقي الدول. ليش؟ لأنه ذيك الدول تفكر شلون تسهل للمواطن حياته وتسهل على المواطن الإجراءات بالدوائر. وفي بعض الدول مثل الإمارات أكو محاكم وأكو مستشفيات تروح تمشي هي تطب للناس بأماكنهم وبيوتهم، خصوصا كبار السن، حتى يقول لك أنا أكرمه لعمره. أغلب إجراءات الدوائر اللي بالعراق تفتقر إلى هاي الآلية، خصوصا أنه أكو شغلة لغة تفتقر لها بالعراق، الشفافية والمصداقية أيضا تفتقر لها، خصوصا بقضية التقديم على التعيينات أو باقي الأمور اللي راح نتطرق إلها بهذا المقطع أو بهذا الملف لاحقا. عندنا فيديو هسه راح يبين لكم مشهد لتدافع عشرات من المقدمين على الامتحان الخارجي في تربية محافظة البصرة. تعالوا نشوف المنظر بالبصرة. هذا الحال في تربية محافظة البصرة. هذا حال المواطن اللي يروح يقدم على مراجعة اليوم بالعراق، بينما ينظر إلى العالم كله، خصوصا أن العالم صار عبارة عن قرية بانتشار الانترنت وانتشار وسائل استخدام الانترنت، ويروح يشوف لك المواطن بباقي الدول هو قاعد بالبيت، فتح تليفون، داس لكم دقمة، كتب رقم معين، ما خلص انتهت أموره، فتح تطبيق معين في برنامج الهاتف مالته ودفع ضرائبه وضرائب البيت والسيارة وجدد هوية وجدد جواز، وهو قاعد بالبيت يريد يقدم على معاملة ما ويحتاج إلى أوراق رسمية، أيضا هو قاعد بالبيت، ويقول لك هذاك متنعم مرتاح، أما أنا لازم أروح أركض على الشبابيك. هاي المشقة والتعب وتحمل الازدحام، عدم وجود تنظيم، سوء إدارة، هذا كله إضافة إلى أنه أكو شغلة لخ. هو راح قدم فايل معين إلى دائرة ما، معاملة ما بالعراق، لكن الإهمال هو أهم عنوان إلى هاي القضية. يعني تخيلوا المواطنين بمحافظة صلاح الدين راحوا قدموا، لكن الإهمال اللي صار لهم مو طبيعي، لدرجة أنه أحد المواطنين وثق لنا
خلو أقسام التربية من الموظفين والفايلات مع المقدمين مرمية بدون اهتمام لها، علماً أن الوضع بصلاح الدين ما يختلف عن البصرة، اكتظاظ مو طبيعي، ازدحامات، تدافع، والوضع ما يشهد يعني تطور ما بالعراق. خلونا نشوف الفيديو للإهمال الحاصل لفايلات الموظفين. جماعة التدريب المهني، وهاي فايلات العالم، هاي فايلات العالم لاقحين الجماعة يعني، وماكو كل أحد. أنا أشوفكم الحاسبات يا مدير التربية يا وزير التربية، هاي العالم شوفهم ماكو موظفين، وما شاء الله ما شاء الله كل أحد ماكو. هاي فايلات مال العالم مال الشباب اللي خسرانة، تروح تشتغل عمالة دا تجيب تسلمهن للجماعة هم ذابين بالزبل. هاكي عبدي عشيلك، هذا جماعة المهني، وهاي الحاسبات ماي من كل أحد. أوش هذا المنظر اللي صور لنا الأخ على عجالة، هذا ممكن تشوفه فيلم هوليوودي حتى يقدموا لك دائرة مهجورة ما، وأكو قضية واحد دا يبحث عليها بهاي الدائرة حتى يعرف شي صار في وقت ما. الكراسي متربنة، الميوزة متربنة، شبابيك مفتحة، الكراسي مشمرة، نفايات وزبالة مليانة تربية صلاح الدين. زين أكو دائرة هنا رسمية، أكو موظفين؟ لو ماكو موظفين وقلوا لي براس كل شهر الموظفين ما تربية صلاح الدين يروحون يقبضون رواتب، لو ما يقبضون رواتب، وإذا يقبضون رواتب ماكو واحد يسألهم يقولهم شنو نسبة إنجازكم من معاملات مرمية يمنى ويسرى بسلة المهملات أو على ميز حتى تستلمون راتب. هذا الحال بصلاح الدين. من التقديم على الامتحانات الخارجية خلونا نشوفكم حال المواطن لما يروح يستلم راتب أو يستلم حصة الدولار اللي الدولة قدرتها إلى كل مسافر. طريقة تعامل المصارف داخل العراق واللي ما تختلف على اللي شفناه قبل شوية بالتربية، تلقون مئات المواطنين لازمين سرة قدام المصرف حتى يطبون ويستلمون فلوس. عندنا فيديو من المصرف التجاري بالبصرة، أكو ناس جاية حتى تستلم رواتبها، وأكو ناس جاية مسافرة حتى تستلم حصة الدولار ويسافر، علما أنه كل مصارف العراق أو أغلبها لازم أكو حجز مسبق لحصة الدولار، لكن المواطن حتى لما يحجز ويطلب يروح ما يحصل شيء، وإذا حصل يحصل بصعوبة بسبب اختلاف مواعيد افتتاح وقت الحجز، إضافة إلى ضعف الموقع الرسمي اللي دائما بخلل لما المواطن يريد يفتح الموقع ويحجز. خلونا نشوف. تحية طيبة. شوف هاي الناس لازمة سرة على رواتبها، مصرف التي بي آي بالبصرة. أنت شوف شنو هذا الإذلال هذا للمواطنين. هاي الناس ضالة خطية كاذبة سرة على شنو؟ منو مسؤول عن هاي الفوضى؟ وين البنك المركزي؟ وين الدولة العراقية؟ هذا الإذلال. شوف الناس هاي على الجهاز، هاي المنظومة، هي القضية المصرفية اللي بالعراق، وشوف جاي الشرطة وتسليب ولا تتسلب العالم. شنو هالفوضى؟ وينك يا مدير البنك المركزي؟ منو مسؤول عن هذا المصرف؟ منو مسؤول عن هاي الفوضى؟ شوف هاي الناس تتلفت، هذا جايب له مسدس وهذا جايب له حماية، والناس صار هوسه. شنو هالفوضى هاي؟ منو مسؤول عنها؟ شوف شوف هاي العالم هنا باوع مصرف التي بي اي، باوع باوع. شوف العالم، شوف الاذلال. وينك يا مشوف العالم شلون كاذبه سره؟ ولكم ما تستحون، ما تخجلون واحد يستلم راتبه بهالطريقه هاي؟ والله عيب والله. والحلو بالعراق المواطن لما يروح يلزم سره، يلزم سره بالشارع، يعني حتى ما مسوي له قاعه للانتظار. اكو هوايه دوائر في دول العالم بها سراوات طويله، بس المواطن هناك حتى يروح يمشي السرة مالته يلقي حاسبة، جهاز خاص، أخذ كود رقم، قعد بغرفة ينتظر مرتاح، بالصيف مبردة، بالشتاء مدفئة،
انتظر السرة مالته، طلع الرقم يم أحد الموظفين، أكو أكثر من 3-4 موظفين، وصل ليمهم مشى الرقم مالته وكمل. وإذا احتاج يروح إلى مكان ثاني وبيسرة نفس الموظف اللي هو يمه هو اللي يطي السرة مالته. يطلعوا خلال نص ساعة إلى ساعة يكون مكمل كل معاملته. أما أكو دول ما يحتاج يلزم سرة أصلاً. كوكب اليابان مثلاً، وهاي الشغلة أيضاً موجودة في الإمارات العربية المتحدة، مشمرت عصا عن العراق بالنسبة إلى السياسيين. أكو أجهزة مثل الصراف الآلي بالمولات، قدمون إقامات وجوازات وغيرها وغيرها وغيرها، وكل معاملاتهم من الجهاز هذا حتى ما يشوف موظف. لا الدولة تتعب وياه ولا هو يتعب ويا الدولة، فالناس عايشة مرتاحة. بالياباني يمشي بالشارع 3 دقائق استلم جواز وطلع. أما بالعراق الجواز احتمال يطول أسبوع، أسبوعين، 3، شهر، 2-3، 4، خصوصاً إذا عندك مشكلة دفاتر، والكل يتذكر مشكلة دفاتر الجوازات. بطاقة موحدة لحد الآن العراق ما خلص من مشاكل البطاقة الموحدة، لأن مو كل العراق عنده بطاقة موحدة، خصوصاً اللي عايشين بالخارج، لأنه الجماعة اللي بالداخل ما مكملين بالداخل حتى يفتحون بالخارج حتى يسلمون بطاقة موحدة، وغيرها 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 من المشاكل. نفس المشكلة همينة اللي هي الازدحامات والسراوات وغيرها نشوفها بهواية أماكن. نانا عندنا صاحب مكتبة، إحدى المكتبات اللي موجودة بالعراق، اشتكى صاحب المكتبة هنانا يقول لك أني عندي رابط تعيين. رابط التعيين أطلق منه مكتب تشغيل مجلس محافظة البصرة، أطلق رابط للناس اللي يريد يتعين يفتح الرابط ويقدم. صاحب المكتبة يقول أني أيسر للناس أنه أني أفوت على الرابط وأسوي لهم الاستمارات مالتهم وأكملها. ويوثق لنا صاحب المكتبة بهذا الفيديو وجود مئات الاستمارات تنتظر سراها بلكت تتسجل. ليش؟ لأنه الموقع الرسمي مال الرابط اللي نشره مكتب تشغيل مجلس محافظة البصرة وهمي، مجرد اسم ما يشتغل. خلونا نسمع. هذا التقديم على مجلس المحافظة انفتح قبل أسبوعين مهلة، والموقع أبد ما جاي يشتغل، جاي يشتغل له باليوم ساعة ونص تقريبا، بالهواي ساعتين يعني ما جاي يشتغل الموقع. يعني مثل ما تقول هاي تقريبا ألف وكسور معاملة ما قدميني، صار لنا أسبوعين مستلمين الوادم. على مود المستقية خاف تقولون كذب أو شيء، هاي 5000 يعني شوف، قاعد أشوف المعاملات، شوف عينك 5000 وكل واحد معلوماته. على مود من قدم لنا المعلومات أشلع 5000 وطهيا، هذني الله شاهد عليك ما مكملهم، وهواي مكاتب جاتاني من الرابط. فأرجو تعديل مثل ما تقول من عنده، وإن شاء الله خير، جزاكم الله خير ورحمة الله وديكم. هذا واحد من هاي المشكلة هي واحدة من مشاكل العراق اللي دعاني من عدد المواطن العراقي. لما نفتحوا لك رابط إلى شيء ما يشتغل الرابط. ليش؟ لأنه الجماعة ما يشتغلون صح. حتى بالانتخابات لما يطلعون يقولوا لك أكو انتخابات رسمية وصارت ونجحت وكملت وطلعت النتائج وينجحوها غصبا ما على الكل، بس أكو فيديوهات هواية تثبت أنه أكو عطل صار. واللي صار بالانتخابات الأخيرة عطل الأجهزة مال قراءة بالاقتراع الخاص اللي بيها لعب أكثر، لأن الاقتراع العام ما يقدرون يلعبون به مثل ما يقدرون يلعبون بذاك الاقتراع. العراق كله يعاني من خلل. تطلع بالخارج تريد تقدم جواز، تروح إلى أي سفارة ما في أي دولة بالعالم، توقف بالسرة، توصل للشباك يقول لك اعذرني السيستم عطل. الطب إلى أي دائرة رسمية بالعراق تريد تسوي شغلة تحديث استمارة بطاقة تموينية، بطاقة وقود، غيرها غيرها غيرها، اعذرني السيستم وقف. تريد تروح تطلع بطاقات موحدة يقول لك ما عندي هويات ما أقدر أطبع لك، انتظر تبصم وتكمل وتنتظر شهر وشهرين وثلاثة وما تستلم البطاقة الموحدة مالتك. والجوازات وغيرها 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 وجر. هذا هو حال العراقي اللي دا يعيشه العراقي، يطب إلى روتين قديم، معاملات ورقية اللي هي سبب من أسباب الرشا بالعراق. لأنه أنت موظف أمامك حتى يمشيك بسرعة يقول لك حط لي كم فلس ويا المعامله مالتك، تمشي ركض، ما تحط تنشمر على صفحه.
الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت شاكر الجناب يقول ما يحتاج كل هاي البهذلة للناس، افتح رابط والناس تقدم بأي مكتب أو افتح بكل قسم رابط والناس تقدم. غسان محمد محمود، والله من 8 الصبح أنا واقف هسه الساعة بالأربع العصر ماكو شيء بس للواسطات. فهد عبد العزيز، للأسف اللجنة تعاملها سيء جدا، أسلوب ماكو، يمشون واحد ويرجعون اثنين، الله يصلح الحال. أما ياسر القيسي، لعد ما بقى واهس نقدم ونصرف 5000 على مكتب إلك الله يا الفقير. فكان هذا تعليق الناس على قضية معاناتهم في مراجعة الدوائر الرسمية. أبو عبد الله من صلاح الدين، حياك الله. السلام عليكم أستاذ العزيز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ العزيز، هذا الازدحام وهاي اللاوة ومراجعة الدوائر، هذا كله مع احتراماتي للشعب العراقي وللعراقيين الطيبين، ومع احتراماتي لك، مذلة بمذلة بمذلة. نعم. تجي تراجع ماكو، تجي تراجع ماكو، لو أن الازدحام ماكو، ومن تحكي ويا الموظف، الموظف عباك جاي بيه فزعة. نعم. الموظف عباك جاي بيه فزعة. يعني الموظف يقضي يوم اليوم ماله يقضي، لو تيجي تقيس الدوام ماله مثلا من 8 الى 2 الظهر هو ما يشتغل ساعة. نعم. والله فترة يوقع يطريقون جايبين لفات ابو صار هذا خدمة توصيل مال الدليفري ما يسموه. نعم. معقول يحطونه ريوق يطريقون، عمي وين اخوي تحكي؟ انت ارجع قبل 2003 اكو ريوق، اكو ريوق دائرة. وين اخوي السوالف؟ لا هي ما لها علاقة بال 2003 وقبل او بعد، هي المفروض اكو قانون، اكو قانون صارم بالدوائر الرسمية هذا موجود بكل دول العالم، اكو ساعات محددة للطعام. رحم الله والديك، حكي ذهب. نعم. ساعات محددة للطعام. بس انا مو اجي عليك انت راجعك انت مع احتراماتي شخصك، انت اضرب المثل يمي ويمك. نعم. مو اجي عليك انت، انت كابش الموبايل مالك وما ادري وين داخل على موقع عاد تتراسل ويا صديق او عاد تخابر او عندك شغله عاد تقضيها. نعم. يعني انت بس على الدوام عاد تقضي شغلتك بالموبايل؟ نعم. يعني انت عليك قاعد ورا الكرسي يا اخي، قوم من الكرسي وانت مجال لغيرك. نعم. يعني انت ليش انت مجال غيرك؟ ليش تمشي المواطن؟ زين. انت تقول البطاقة الموحدة. انا رحت لسوكالة عندي جنسية قديمة. نعم. اطوح على هذا مو القاضي، شو يسموه؟ اللي يسوي نم الوكالة اللي راح مبالي نحت طلع الشيطان. ضابط جنسية؟ او يقول لي روح. لا لا ابل مكان القاضي. تمام، مجلس القضاء المحكمة أو غيرها. نعم. المحكمة نسيت اسمه، كاتب العدل. كاتب العدل. كاتب العدل. نعم. أروح عليه يقول لي هاي الجنسية أجيب لنا بها صحة صدور، أجيب لنا بها صحة صدور، يقول لي ها والله ما نقبل. زين، أنا من أجيب لك صحة صدور من دائرة وأنت عجزني بها بكتاب وأنت تقبل بها؟ زين، من اللي يقبل بها؟ نعم نعم. يا أخي أكو شغلات والله أتعقد البشر ماكو، وعلى يطلعون المواطن العراقي ترى من طورة من طورة من طورة. يعني هسه هو من واقف ماكو عيد سلم راتب من عيد سلم ولاقى بالشارع انت. نعم. هذا الحكي وين عمي؟ نعم. احنا راح نطبين 24، طبينا بين 24 استاذ افل. كم يوم؟ هاي 24. هاي كم يوم هاي احسبها انت لو تحسب بالعربي، احنا طبينا بالعربي بين 24. نعم. بالعربي طبينا بين 24. استاذ عزيز، هذا العراق نحو الاسوء، نحو الاسوء. نعم. وقتلها مو نبو نبتين. نعم. اليوم احسن من باشر. نعم. وجايين هذول دمار البلد. نعم. استاذ العزيز، تراجع الدوائر، تروح تشتكي غير، تطلع انت مطلوب، تقوم تفك نفسك ما تقدر. نعم نعم نعم. انت تقوم تفك نفسك ما تقدر. لو تشتكي ويا منو تشتكي؟ هي حلقه وصل، وهاي جابوا لنا حلقه الوصل النوبه الجديده مال مجلس المحافظه، هاي بعد اخرب، هاي عدة توصل. يعني المواطن اذا عنده كان الا 1% من الحق، راح كل حقه بعد انتهى. وانا ممنون من استاذ افل. شكرا شكرا لك ابو عبد الله. احسان من اربيل. عين السلام عليكم استاذ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتنا للبرنامج وعاملين. حياك الله. تحياتنا استاذك خاصه اخويا. حبيبي الغالي، عندنا انا عندي مداخله على مرور بغداد. ايه. مرور بغداد اليوم رقم بغداد، تذكر انت كان رقم بغداد الاول على العراق. نعم. اليوم العالم متجه رقم اربيل، شفت انت منتبه على الشارع اليوم. نعم. كله ارقام اربيل. اليوم تخاف نشتري رقم بغداد. ليش تخاف؟ يعني انت تشتري سياره، اي تجنيها سنتين ثلاثه، ترجع بعدين تبيعها، يقول لك الاخبار مواصليه، اولياتها مو صحيح.
لا عاد انت من اشتريتها شلون اشتريتها وهي اولياتها مو صحيحه وتجي تبيعها تصير اولياتها مو صحيحه؟ يعني هسه تلاقي كل بابا محول له تقريبا 200 300 سياره جويده زين ما اعرف شلون مرتبيها. تروح انت تشتري سياره تجي تبيعها بعدين تتفاجئ يقول لك اوليات، ارجع على الجمرك، ارجع على ما اعرف شنو. نعم زين. هسه اليوم مرور اربيل تروح انت دقيقه واحده ترقم وتمشي سلم ثانوية باسمك وتمشي. نعم. البغداد تعرف انت معاملتك شلون. نعم. تفتر بيها واسطة واشهر وما تسلم بالاخير ينطيك ورقة تلزق على الجام وتمشي. نعم نعم نعم. يعني المعاناة دائر في دوائر المرور في العاصمة العراقية بغداد، انه اولا ماكو ارقام تنطبع يعطوك ورقة عليها الرقم ويقول لك يعني امشي. ما بقت هي بالرقم بغداد اليوم تعرف. نعم. اليوم بغداد والثانوية ما تقدر تستلمها بسلاسة، اضافة الى مشاكل الاوراق الثبوتية الاصلية للسيارة في حال البيع والشراء. بالضبط. نعم. يعني اليوم العراق كله اتجهت للاربيل اليوم كردستان. نعم معلوم. نعم شكرا شكرا لك اخ حسان. الاخ حسان يعني دا يذكر نقطه انه الشباب والمواطنين، الشباب انا اقصد شباب وشابات ايضا والرجال والنساء، لما يروح يشتري سياره من العاصمه العراقيه بغداد اضافه الى ارتفاع كلفتها يقول لك مثلا ارقام ماكو طبع، سنويه ما تستلمها بسهوله، تشتري سياره تيجي تريد تبيعها يقول لك اوراقها الثبوتيه مو كامله. تعرفون هاي العمليه كلياتها احلها بشغله واحده بس، سيستم على الحاسبة يسجل السيارة من يوم اللي دخلت الدائرة الجمرك لحد ما اشتراها صاحبها. لما نيجي صاحبها يريد يبيعها الموظف ما يقدر يقول له أوراقها مو سليمة، يدخلها بالسيستم يشوف أوراق السيارة، لأن إذا مو سليمة ما يقدر يشتريها المواطن. وهاي اللي يعانوا عند الناس بالدوائر الرسمية، ماكو سيستم. صحة العراق بلا صحة، هذا عنوان الفيديو اللي راح نشوفه هسه من محافظة البصرة، واللي وثق لنا أحد ناشطي محافظة البصرة للعيادة الاستشارية في مستشفى البصرة العام. شنو الحال هناك؟ العيادة والمستشفى محاطة بمبازل، برك مياه آسنة، مكبات نفايات، فتتخيل إذا حال مؤسسة صحية من المفترض أنه الاهتمام نظافتها وبيئتها الأعلى بالعراق هيج، فشلون الحال ببقية المدينة وباقي مدن العراق اللي تعاني من تلوث بيئي وانتشار أمراض السرطان خصوصا البصرة؟ خلونا نشوف. الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويقول لك السرطان والتلوث والبيئة منين جاي تجي؟ نعم اتفضل. انت هسه قبالك مستشفى البصرة العام للعيادة الاستشارية وقبالك باله بس دنقله واخذ ترخيص كلش، بس فاصل شبر واحد بس الحائط بينه وبينه، هذا مستشفى الكويت يسمونه، وهذا مصرف الدم، وهذا مصرف الدم، وهاي الخيسه والجراديه والكلاب الميته والحيايه والدنيا، وحسب القلون يقولوا حتى حياه الطب المستشفيات. زين هذا الدم شلون يطلونه؟ هاي المجاري الخيسه تعال شوفوها. تفضل. هاي المجاري. ويقول لك والله الشيوخ وبعض الشيوخ يعترض من نقول اكو خيسه واكو دمار بالبصره، كتبوا للبيئه، كتبوا للجهات ذات علاقه، كتبوا لهم قالوا لهم خيس وصفوا المستشفيات. تفضل باو عليك خيسه ساقطه. هاي بمركز المدينه مو بالقرى ولا بالارياف، مركز المدينه مخ من الزكاه، من اشتعالات النفط، من التلوث، من الخيشه، من المجاري. نحكي يروحون من ورانا يتفاوضون ويا المدير العام ويمشون بريدهم ويستفادون. حسبي الله ونعم الوكيل. الى مزبله التاريخ. كل واحد يجامل على اهله وناسه. يلا تفضل عمي، تفضل. سحبتها من الساعه، خلي يشوفون. يلا هذا مصرف الدم، ايش راح يطولنا بالله؟ ريحه مجاري بي. مصرف دم ومستشفى تركي ومستشفى البصره العام وبصفة مبازل وبرك مياه آسنه ومكبات نفايات. وقال كلمه، قال حتى الحياه يطب للمستشفيات. يمكن الجماعه يردون يعني يصنعون ادويه من البدايه، يعني الكل يعرف شعار الصيدله وخصوصا على الصيدليات والروابه اللي يلبسها الصيدلانيين، اكو غلاص وحيه. لأنه أغلب الأدوية يعني ماخذيها على أساس من الأفعى، فمن الممكن الحياة اللي تطب للمستشفيات حتى المختبرات مع المستشفيات يلزموهن ويصنعوا لنا أدوية من جديد؟ الله أعلم.
طالبوا ناشطين ومتظاهرين في محافظة البصرة أن تتم إقالة مدير صحة البصرة عباس التميمي بسبب تردي الواقع الصحي اللي موجود بالمحافظة، إضافة إلى التجاوز اللي بدر من عنده على أهالي المحافظة. تسببت تصريحات مثيرة للجدل لمدير صحة محافظة البصرة عباس التميمي، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أول البارحة بضجة واسعة بداخل الأوساط السياسية والشعبية بمحافظة البصرة. كان التميمي أساء بها لأحد الناشطين وهدده لما نشتكي هذا الناشط من تردي الواقع الصحي بالمحافظة. خلونا نسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا كناشطين محافظة البصرة نستنكر وندين التصريح الأخير لمدير صحة البصرة بأنه يصف نفسه رأس تاج رأس البصريين. أنا صراحة أقول له البصرة أم الغيارة، أم الشهداء، أم التضحيات. لا يستطيع أحد أن يصف نفسه بهذا الوصف، بل البصرة هي تاج رأس كل مسؤول، لأن المسؤول لولا أهل البصرة لم يكون في مكانه، بل لم يكون على مستوى العراق. فنحن من هنا ومن خلال هذا التجمع ندين ونستنكر ونطالب السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الصحة والسيد محافظ البصرة بإجراء تحقيق عاجل وفوري وإقالة هذا الرجل الذي أساء للبصرة عموما، لكل رجال الدين ولكل وجهاء البصرة ولكل شباب البصرة وأكاديميها. احنا اليوم المؤسسات الصحية في محافظة البصرة تحتضر. انا شخصيا لما ما اراجع مستشفى، راجعت مستشفى على جهاز رنين 3 أشهر الحجز، لما ما اروح للعيادة الخاصة قال ساعة نص ساعة جهاز رنين يعني. فهذا الشيء احنا اليوم مثل ما وفره بعيادتي المفروض هو اليوم كمسؤول ووفر بجميع المستشفيات الحكومية، ليس المستشفيات الأهلية فقط، بل يعني هذه البصرة أم النفط، أم الخير، أم البترول. أين اليوم مستحقاتها المالية؟ أين تذهب؟ فنحن من خلال هذا المنبر نطالب بإقالة مدير عام صحة البصرة. أنتوا تعرفون شنو المشكلة؟ أنه مدير صحة بأي محافظة ووزير الصحة المفروض يهتمون بالحكومي، لأنه هو مسؤول عن ذني، أما الخاص وما له علاقة. الخاص أكو مستثمر، أكو تاجر، أكو طبيب، أكو صيدلاني، هو شخص أو مجموعة أشخاص سووا مستشفى دولة هم اللي يوفرون بها. ومع ذلك حتى في حال وجود الخاص لما يوفرون ذني الأشياء يروحون إلى لجنة من وزارة الصحة تطلع تكشف تشوف اللي موجود بالمستشفى الخاص حتى تطيها اعتماد عمل أو لا. أما المستشفى الحكومي المفروض دولة يهتمون به. نعم مجبر مدير صحة البصرة أن يوفر جهاز رنين بالمستشفيات الحكومية، مجبر مدير صحة المثنى كذلك، ومدير صحة بغداد ووزير الصحة مجبر أن يهتم بالمستشفيات الحكومية، بس هو ما مجبر أن يهتم بالمستشفيات الخاصة. لكن بالعراق بما أنه كل شيء مقلوبي فتلقون بالعراق مثل ما اهتموا بالمدارس الأهلية وهملوا الحكومي، اهتموا بالمستشفيات الأهلية وهملوا الحكومي. الناس لما شافت هذه الفيديوهات علقت على هذا الموضوع وقالت جعفر آل إسماعيل: مع الأسف اليوم معظم أصحاب المناصب يتعاملون مع المواطن بفوقية وهذا مو صحيح. لا تنسى أنت موظف عند المواطن لأنك تستلم راتب من أموال الشعب. يا ريت لو يفهمون هاي النقطة. حسين البصراوي: شمال البصرة نفتقر لأبسط الخدمات، لا مستشفيات، لا دوائر خدمية، لا أعمار، من كل شيء محرومين. وحيدر المنصوري: دكتور عباس بن إمبراطورية من المال الفاسد، أكثر من 7 سنوات في هذا المنصب. علاء التميمي: والله مع الأسف هيش نماذج تتقلد المناصب العليا بالدولة، بالله بشرفكم. هذا منطق مال دكتور لا ومدير صحة البصرة، إذا كل المسؤولين مثل هذا النموذج إذن على الدولة السلام. هذا واحد مهزوز ومهزوم، وين حضرة المحافظ لو بس يفتتح مستشفيات أهلية خليجي ويشوف الفساد والاستهتار وين واصل. فكان هذا تعليق الناس على هاي القضية. محمد بن ديالة، حياك الله يا محمد. هلا مرحبا. شلون؟ مرحب اخوي العزيز، ونصي لي صوت التلفزيون واسمعني من التليفون احسن. والله بالتليفون بس اقدر احكي. نعم بلي. والله اسا انا مرحبا اخي. مرحبا اغاتي، تفضل. والله يعني عندي ساحه صدور بقرطبه. ايه تلفزيون أنا عندي قرطبة، أنا كردي. نعم ونعم. العربي مالي مو قوي. نعم. أنا بقضاء كفري. عندي مال شو اسمه مال
طاقة وطنية. زين. ثلاثة أربعة من عندنا مركب الولادة، ثلاثة أربعة من قرطبة. زين. دزوني للقرطبة، دزوني للكلار، بالكلار إلى خرقي، للخرقي إلى قرطبة. زين. وقرطبة للديالة، من الديالة رجعت رعد القرطبة، قرطبة كل ساعة الصدور أخذ عندي 10,000 دينار. زين. أربعة 40,000. هذا كاتب سيد خليل وابو احمد، هذا اسمعه اثنيناتهم ولحد الان قالوا والله روح للمحكمه، هسه ما ادري ايش اسوي. يعني اخ محمد باختصار انت عندك بطايق موحده تريد تطلعهن، الجماعه في محافظه دياله يا اما يودوك على مركز المحافظه بدياله، يا اما يودوك على قضاء قرطبه، يا اما يودوك على قضاء خانقين، وانت بدوامه بين ذني الدوائر الثلاثه في سبيل استحصالك على البطاقه الموحده، صح؟ ما قال ليش انا رحت ايه على مود هذا. تمام. والطبيب جوا قال كل ساعه الصدور ناخذ من عندك، كل ساعه الصدور ناخذ من عندك 10,000 دينار. قلت هذا لا وصل لا شيء، ويقول هذا لازم تروح للمحكمه. نعم. شلون اطلع وصلت 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 اخ محمد، شكرا جزيلا لاتصالك لنا. لاحظت الاخ محمد يعني لما طلعنا المقطع الأول معاناة المواطنين بالدوائر الحكومية، الأخ محمد إجا ثبت الحال، يقول كان إذا طلع بطاقة موحدة قال كلمة من المفترض على السياسيين العراقيين ما يفكرون بهاي الكلمة. الأخ محمد قال أنا كردي، وإذا عراقي لو مو عراقي، مولود وين، يمنى لو مو يمنى، ديالة قرطبة خانقين، واحدة من ذني ثلاثة يكملوا له المعاملة، أما يظل يفتر بيناتن ويصرف كراوي بين هالقضاء وهالقضاء والمركز، هذه المعاناة اللي دا يعاني من عندها المواطن العراقي. كان من المفترض أن يدخل ويانا صلاح من كندا، كان قطع الاتصال وياه، أما الآن أبو علي من الديوانية، حياك الله أبو علي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حبيب الكريم، بالسبعينيات احنا ناحية غمار كانت المستشفيات عندنا بيئة كاملة تشريح مع أدوية مع ثلاث وجبات أكل. نعم. من 2023 ثلاث مستشفيات عندنا حبات وجع راس ما بيهن. نعم. كل دول كل الحكومات اللي جت المتعاقبة من عبد الكريم قاسم إلى الملوكية، أول ما يصير بالسلطة يبني بيوت الفقرة، إلا هاي الدولة المحسوبة علينا بلد حطت بيوت بس للزناقين، بس لرؤوس الدولة. نعم. يعني كل بيت ب 300 مليون دن المجمعات. نعم. بالله عليكم الفقرة وين ظلت هاي الناس اللي 80% الفقرة بالجنوب، وين ظلت هاي؟ في التجاوز؟ نعم. تحت الشفلات مالتكم، تحت الرحمة مالتكم. يعني هذا استهتار بحق المواطن، استهتار بحقنا. والله استهتار بحقنا هذا. مو كبشر عايشين احنا بالعراق. نعم. هذول بس هم اللي نزلت عليهم الايات. يعني هم بشر 80% من الجنوب احنا فقره. نعم. وثاني شيء هاي الديوانيه طالبناكم عليها مدير ناحيه صار له عندنا 20 سنه. تقدر يا رئيس وزراء توخره ويجيب لك واحد عملي؟ ما تقدر. نعم. يعني هاي الدوله مجرد حكومات لا عشاير ولا احزاب، ممالك. مملكة بيد الفسدة، وهاي الممالك مصيرة كل عشيرة مدعينها إلى حصتها بالمحافظة. نعم. وهاي البشر لا شيء. والله هذا استهتار بحق الناس. جزاك الله خير الجزاء. حياك الله أبو علي، حياك الله. هاي أبو علي همين دا يحكي لكم وقارن لكم واقع ما بين سبعينيات القرن الماضي وعشرينيات القرن الحادي والعشرين. لما يقول لك مستشفيات قبل كانت مليانة، ومستشفيات اليوم حباية وجع راس ما بيها، ده يحاول لكم إنه يبين لكم الوضع شلون ده يمشي وشلون ده يصير، بينما هم حايرين. وعندنا شغلة على الصحة راح تشوفوها بعد قليل بملفنا الرابع. نروح هسه إلى واقع الكهرباء والخدمات المتردي بالعراق. تعرفون إحنا على أبواب رأس السنة، على ما يبدو أن الحكومة العراقية ووزارة الكهرباء العراقية ما تريد تسوي شجرة ميلاد كبيرة بالعراق، لكن فكرت بحالة كرياتيف،
فكرت في شيء خارج الصندوق، قالت أنا ليش أشتري شجرة وأنصبها وأحط زينة وإنارة وأصرف وغيرها؟ لا، عندنا شوارع، الشوارع بها أعمدة مال إنارة، أستغل ذن الأعمدة. شلون أستغلها؟ أسوي نشرات بالشارع، فالمواطن يمشي بالشارع ويشوف الأضوية مالتها عبارة عن نشرة فلشر طافي شاغل. هذا اللي دا يصير شنو؟ هذا احتفالاً برأس السنة، هذا الاستهزاء اللي بالحال اللي دا يصير. أما الواقع، الإنارة اللي موجودة بأحد الشوارع الرئيسية بمدينة الديوانية بمحافظة القادسية تعاني من خلل. بسبب هذا الخلل الوضع هيجي، خلونا نشوفه. يعني المشكلة وين؟ المشكلة إنه الأعمدة جاية تلم الطبيعي، لكن هذه مديرية الكهرباء هنا. هذه مديرية الكهرباء، يعني معقولة ما تعطوها نداء أو ما عندكم سيارات صيانة؟ كم شيء هاي؟ هاي مديرية الكهرباء، هذه الشركة العامة قطاع الديوانية. صدق قلت لي بسرعة، هذا قطاع الديوانية الأول وقباله هذا أنت. شوف مديرية الكهرباء، شوف هنا المشكلة، هنا المشكلة. يعني معقول ما حد يتابع هاي الآليات هاي السيارات؟ ينطبق عليها الحال باب النجار مخلع، يعني قبال مدير دائرة الكهرباء الحال هيجي. بس واحد يروح عليهم يقول لهم عمي لا صلحوها، بقوها ترمش، انتم ما ناويين تصلحوها، بس اكو واحد هنا محروق بدلوه حتى يشتغلون ويطفن سوا. هذا الحال مو بس بالقادسية، هذا الحال راح تشوفوه ببغداد. هذا شارع فلسطين، الكل يعرف شارع فلسطين ببغداد. الحال اللي بشارع فلسطين ببغداد انه عندنا مواطن وثق لنا فيديو بشارع فلسطين، يقول الفيديو او المواطن انه الحاله دا تتكرر اكثر من مره، ودا تصير اكثر من فيديو واكثر من مكان، دا ينشر باماكن متفرقه ببغداد. ويتساءل شنو سبب هذا الخلل؟ ليش الاضويه ترمش بالشارع؟ منو يتحمل هذا الاهمال اللي بسببه من الممكن ان تتعرض جميع المصابيح والخطوط الى التلف بسبب الربط الغير صحيح الى الكهرباء الواصله الها؟ ويعلق على الموضوع ويقول تعليق مبكي، يقول لك ما راح يغيروهن، ينتظرون الجلوبات يحترقن حتى يروحون يجيبن جدد ويعلقوهن ويحترقن الجدد ويظلون بهاي الدوامه. خلونا نشوف. أم السامي شارع فلسطين انعدم الطالبية، شوفه على طول كل الشارع على بكرة تبيل بلاد الكهرباء ما تترمش، عدتها يا بالطالبية. زين هذا من يتحمل الخلل؟ هذا مهدر المال العام؟ إن احترق واحد ونحترق عشرة ونحترق مية بسبب الخلل أو بسبب الربط الغير صحيح، هذا مهدر المال العام؟ واللي ربطهن هذا الربط الغير صحيح شلون تعين بدائرة الكهرباء؟ هذا السؤال الأهم. شغل اللخ شلون شغلوهن وهن بيهن خلل؟ الشغلة الأكبر، ماكو مسؤول يطب بشارع فلسطين ويشوف الأضوية بهذا الشكل ويقولهم يا جماعة الخير ليش عندنا رماش بشارع فلسطين؟ والفيديو يأكد يقول لك احنا مو اول مره نشوف هاي الحاله، لا دا تتكرر. واليوم بحلقه صوتكم طلعنا لكم مكانين يعني بمحافظتين مختلفتين، واحد بالعاصمه وواحد بالقادسيه. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، واول تعليق موجود ويانا من منصه فيسبوك عبد الهادي محمد الخزاعي. المفروض يوجد جهاز لفصل التغذية عند حصول أي خلل في الخطوط الناقلة للتيار الكهربائي، وكذلك مصابيح الأعمدة المنتشرة في شوارع المدينة للسيطرة على الموقف حال وقوع الخلل. أتمنى من وزارة الكهرباء تشيل مدير الكهرباء بالقادسية أو بشارع فلسطين ويجيبون للسائق عبد الهادي، لأن يبدو أن السائق عبد الهادي يعرف أكثر من الموجودين. سيد جواد، مسؤولين الديوانية نايمين قاعدين، إذا سبات كملوا نومكم، وإذا تدرون إذا أنتم عاجزين روحوا خليجي غيركم، أنتم عاجزين. حسن علي، من سيء إلى أسوأ واقع المدينة للأسف. أما المهندس حسنين عصفور يقول هاي تأخذ لكم صور، ما ترمش بدون سبب. والله يا أخ حسنين، موجودة في دول العالم فلاش مال كاميرا،
بس هذا وين تلقاه؟ تلقاه على إشارات المرور في الدول اللي تحترم نفسها طبعاً، ما دعش عن دولة الأمور بها هيتة. وين تلقاه؟ على إشارات المرور في حال مخالفة أي سائق لقوانين المرور، لإشارات المرور. اشتغل فلاش وأخذوا له صورة لأبو السيارة حتى يقولوا له أنت خالفت. وما تلقاها بإشارات المرور، تلقاها بالشوارع الرئيسية في حال مخالفته لقوانين المرور وقوانين السلامة العامة، أيضا تأخذ إلى صورة حتى يغرم، والأنفاق كذلك. هاي كلها موجودة. ليش يقول لك أنا حتى أحافظ على أكبر عدد من المواطنين وأمن العدد الأكبر من المواطنين أخلي هاي القوانين وأخلي هاي الكاميرات وأخلي هاي الفلاشرات حتى أحافظ على الناس؟ أما جماعة بالعراق ما حد يدري ليش، لأنك واحد ربط غلط النتيجة هاي. قبل شوية أبو علي من الديوانية حكي عن الصحة، وأنا قلت لكم راح تشوفون شغلة عن واقع الصحة بالعراق. تعرفون الصحة بالعراق وزارة الصحة تتبع إلى أي تيار؟ ما أريد نذكر اسم التيار ولا نحكي بهاي القضية وليش وزارة الصحة إله، لكن هواي من الصفقات اللي بينت الفساد اللي موجود بوزارة الصحة. قبل سنتين تحديدا حيدر الحمداني كشف لنا صفقة فاسدة ولغاية هاي اللحظة ما تحاسب المقصر بها. الموضوع وين؟ يمس دائرة صحة المثنى. دائرة صحة المثنى راحت اشترت أقنعة طبية بست مليارات ونص مليار تكفل ألف سنة، وهذا ملف واحد من آلاف الملفات اللي تكشف الفساد بيها. لكن الحكومات لحد هاي اللحظة من أساسها الرأسها فساد، فما حاسبه من مقصر. خلونا نسمع هذا الفيديو. اخوان هذا يسمونه ماسك سيباب، قناع مال اكسجين للحالات الحرجه اللي تحتاج اكسجين بكميات كبيره. ركزوا وياي، الله يرحم والديكم، لا اله الا الله. حاجه صحه المثنى سنويا من هذا الماسك، خلي انزع لكم حاجه الصحه منه سنويا من 150 الى 250 قطعه تكفي المحافظه كلها، لان هذا قابل للتطهير والتعقيم. اخوان احنا حاليا سرنجات ما عندنا، ادويه انتم سراحين للمستشفيات كل شيء ما تلقون بها، ترحون تاخذ وصفتك تطلع من صيدليه خارجيه تجيب هنا وتجي، كل شيء ما عندنا. فالمفروض تجهز دائرتنا ومستشفياتنا بمواد طبيه تخدم المواطن. اللي صار شنو؟ انه دائره صحه المثنى وبالتحديد مدير العام رافع كتاب بالشهر الخامس 2021 إلى شركة كيماديا بوزارة الصحة، والكتاب سر وشخصي ولا واحد يدري به. يابا شنو تريد سيادة المدير؟ قال لهم أريدكم تجهزوني بمية وخمسة وسبعين ألف قناع من هذا لحاجتنا الماسة وعاجل وعلى الفور. مية وخمسة وسبعين ألف واحد من هذا القناع، تدرون إيش قد يكفي المحافظة؟ يكفي محافظة المثنى ألف سنة لقدام، ألف سنة لقدام، لأن إحنا حاجتنا الفعلية من 150 إلى 250 قناع، وهو طالب 175 ألف قناع، والأكس باير مالتهم ينتهي بال 2026. وبالفعل لأن بها فائدة، شوف الفائدة المن، الله أعلم، ما نعرف الفائدة المن، من المستفيد من هذه الصفقة. وبالفعل وصلت خلال أربعة أشهر هذه المادة إلى صحة المثنى، وحائرين وين يودون هالجماعة؟ سعر القناع الواحد بستة وعشرين دولار، سعر الصفقة كاملة أكرر ستة مليار ونص. مستشفياتنا خيوط مال العملية ما بيها. ستة مليار ونص والمستشفيات ما بيها أدوية. الأخ حيدر طلع لنا الكتاب اللي موجود بال بهاي الصفقة. أنتوا قرأتوا الكتاب مش مكتوب عليه؟ لو ما قرأتوا الكتاب هذا، احتياج عاجل وزارة الصحة دائرة الأمور الفنية مدير مكتب المدير العام، موقع من الدكتور باسل صبر عودة المدير العام وكالة 20/5/2021. بسبب فيروس كورونا نقص حاصل في مادة ماسك سيباب ريوزابل فيس ماسك، قناع وجه
يستخدم مرة أخرى، يعني ممكن إعادة استخدامه. وهنا ريوزابل فيس ماك بريدي كيمادية 25,000 إلى 150,000 ينتهن ورا 3 سنوات، حاجتك الفعلية 250 روح 500 روح 1000، هاي 150 سنة راح تقدر تستخدمهم من هنا لحد ينتهي الإكسباير. السؤال اللي ينطرح والأهم، إذا انتهى الإكسباير ما ذني لقنعة الأستاذ باسل يرجع يقدم على 175,000 واحد؟ وليش ما يروحون يجيبون أدوية بهاي المليارات الحلوة من الدولارات؟ نادية صابر تقول إذا هي وزارة النزاهة فاز، إذا هي النزاهة فاز زاوية منه تحكي عمي ما يفيد الفساد يسري بدمهم إلا في حالة واحدة تتعدى الأمور العراق، إلا الله سبحانه وتعالى يشيلهم كلهم مرة واحدة ويخلصنا منهم. ومازن حمادي، هذه مذلة وإسقاط متعمد للنظام الصحي في المحافظة. فؤاد المهندس، هذا هو واقع العراق، الفساد والنهب في كل دوائر الدولة، لا حسيب ولا رقيب، إلك الله يا عراق. أما أبو محمد يقول حسبي الله ونعم الوكيل، ليش هيك بلد ما يحاسب المقصر، فلوس جاي تروح بالبلاش. كان هذا تعليق الناس على قضية الفساد اللي دا يصير في وزارة الصحة العراقية. المشكلة اللي دا تصير بالعراق اليوم، على الرغم من تكشف صفقات الفساد اللي دا تصير بالعراق، هواية دا تحكي الناس، هواية دا تقول الناس. يعني أرد أسأل سؤال، منو يقدر ينسى الصفقة مال عديل حمود لما كانت وزيرة الصحة، لما راحت اشترت أجلكم الله نعل طبية للمستشفيات ب$5 مليون؟ ما حد يقدر ينساها، بس أحد يقدر يحاسبها؟ لا. سنتين حيدر الحمداني طلع وقال إنه الأقنعة الماسكات ذني اللي يعاد استخدامهن بهن فساد، و6.5 مليار صرفوهن وما حد جابهن، وقال المستشفيات ما بها أبرة أو خيط لمعالجة الجروح. فمنو اللي تسبب بهاي المشكلة ومنو اللي دا يقصر بالمحاسبة؟ أنتوا قيسوا. نلتقيكم على خير إن شاء الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة يوم الجمعة بإذنه تعالى. انتظروني، في أمان الله.